والذين يهتمون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه بينهم تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم الرحمات والبركات، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا تنزل حقيقي، وهو مصداقه من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية الأرجح في تفسيرها أن التنزل دنيوي لا أخروي، لأنهم يبشرونهم بالولاية في الدنيا فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلو كان التنزل أخرويا لكان الأمر قد قضي وحسم، فلذلك كانت البشارة محمودة عندما يكونون في الدنيا في وقت الامتحان والشدة فيقول لهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا، أما في الآخرة فإن المؤمن لا خوف ولا حزن عليه بعد أن يرى مقعده من الجنة، وبعد أن تعلن النتائج وينادي المنادي وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فلذلك هذا التنزل تنزل حقيقي دنيوي، تتنزل الملائكة تثبيتا للمؤمنين، ولذلك في أوقات الشدة في الجهاد يتنزل الملائكة تثبيتا للمؤمنين كما أخبر الله بذلك في سورة الأنفال في عدد من المواضع. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوى القراء الذين يقرؤون القرآن على وجهه الصحيح كما أنزل، فقد ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، أي يكون مع السفرة الكرام البررة، وهم من أشرف الملائكة لأنهم أمناء الوحي، فهم السفرة الكرام البررة الذين أخبر الله أنهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فالسفرة الكتاب، والملائكة كلهم كرام بررة، لكن السفرة الذين يؤتمنون على الوحي لهم مقام أعلى وأسمى.